تدي ايتن في الشقاوة وهي صغيرة كام من 10؟ عارف ان وهي صغيره كانت طيبه قوي، كانت مؤدبه جدا جدا، كان صوتها وطي. ان عندها حق، لان هي بقت فاشله دلوقتي. انت عارفه لما بشوفها بتلعب مع عيالها انا ببقى مستغرب، برافو، لانها طفولتها فعلا كانت تحط الشنطه عند الباب، الداده بتاعتها تاخدها الحمام، شاور، ان تدخل تتغدى، ان تطلع تاخد الشنطه تاني، او يدخلوا لها شنطه، تفتح تذاكر، تاكل، تقعد شويه تتفرج على كرتون تاني. ده كانت فل يعني. طب بصراحة يا ايتن، عمرك عملتي مصيبة وانتي صغيرة وفاء ما تعرفهاش؟ المصايب العادية بتاعت الأطفال، يعني كان دايماً بيبقى حواليا ناس بيلحقوا المصيبة قبل ما توصل لها. حلو ده. كان عندها ده يعني اسمها كان هدى. عندها ده دي كانت كانت بتلم ورايا جامد يعني. يا ريت لو بس سمعنا، يا ريت هتحاول تتصل بيا. ما بتتصل بماما على طول. مش عارفة اجيب من بيتها، واخدها من بيتها. فيعني كنا على طول الم اعمل المصيبة من هنا، وهدى كانت تلم من ورايا على طول. ما خدتيش علقة مرة كده بسبب مصيبة؟ لا، ما مرة بس، مرة مع بابا بس عرسني من وداني كده، علشان انا دهني مرتين عشان كنت واقفة مع صحابي تحت البيت وما طلعتش. فراح عرسني من وداني كده عرسة صغيرة، قال لي لما بابا ينده عليكي من البلكونة عشان تطلعي ينده مرة واحدة، ما يندهش مرتين. ده في دي الخفيف لسه يعني. صوت بابا، وراح عارفة القرصة دي؟ لا لا على طول. وفاء، انت خلقك ضاق دلوقتي مع عمر عن ايتن؟ ايام ايتن كنت فيكي نفس اكتر. يعني على فكرة حبيت جدا، وكنت اقعد اخرجها، وممكن نخرج ناكل مع بعض، وممكن نقعد مع بعض، وممكن تيجي تنام على رجلي. مع عمر ولد، وبعدين انا كنت متربيه مع بنات، يعني احنا 5 بنات اصلا، طبعا. فكنا يعني لطاف مع بعض، نرقص ونغني وبتاع. الولاد برضو غتتين شويه، سوري يعني. صح، عندك فبسلط حق. عليه وعز الولاد، يعني عايتن وعز هما اللي قايمين بالولاد. انت وعمر يا ايتن علاقتكم برضه ايه؟ باين تودين. يعني انت بتتعاملي انك خالته ولا بتتعاملي انك اخته؟ عمر ما بيعملش معايا لاني خالته خالص، بالعكس. لو في اي حاجه تلاقيه يكلمني على طول يسالني. يمكن بيكلمني انا اكتر ما بيتصل بمامته يساله على حاجات. مثلا دايما عارف ان انا سني اقرب، يمكن، فدايما لما بيعوز حاجه يسال على حاجه، عايز يجيب حاجه من بره. ولاد ايتن بقى معاك انت يا وفاء بيعملوا ايه؟ ايتن تقدر تزعق لهم قدامك مثلا؟ هي نسخه مصغره من تونه، يعني تيتي تقول لي I love you فوفي، واول ما تشوفني ولو انا نازله تقول لي ويت ويت ويت، وتجري عايزه تترمي فوقي. لازم تبص وتحضن لازم قبل ما ننزل، واول ما يجي يعني مرحبتها بزياده. لا، بحبها وهي بتحبني جدا، وحضنها لو انا متضايقه بقول، لسه بقول لايتم بتاخد مني الطاقه السلبيه.